مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضغط جوي مرتفع قوي يمتد على كافة أرجاء الوطن، هذا يسمح باستقرار في الوضعية الجوية، يكون مرفوق بتسرب لتيارات جنوبية غربية ستكون محملة بتصاعد لهواء حار من المناطق الجنوبية نحو المناطق الشمالية. إذا بالنسبة لحالة السماء خلال يوم الغد، الأجواء ستبقى مستقرة على العموم بكل المناطق الشمالية، لكن احتمال لبعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة. بالنسبة للمرتفعات الغربية تبقى نسبة رطوبة عالية وأجواء مغشاة تميز مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء، بينما صفاء تام من الجنوب الشرقي لغاية أقصى الجنوب مع تطاير للرمال محليا بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 12 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية، 14 إلى 18 درجة بالسواحل، تصل إلى 22 درجة بشمال الصحراء وأقصى الجنوب الغربي في حدود 18 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، لتقارب 26 درجة كعلى مقياس بالصحراء الوسطى. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى مرتفعة في حدود 29 درجة بالعاصمة، 31 درجة بوهران، نفس المقياس جنوبا ببشار، 33 درجة بعنبة سكيكدا، نفس المقياس بورقلة حسيم سعود المغير والواد، 32 درجة بالنسبة لتلمسان كذلك بغردايا بإليزي أيضا، 37 درجة ستسجل بالصحراء الوسطى وترتفع إلى 40 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري يوم الغد، البحر سيكون جميل خلال الصبيحة نحو السواحل الغربية، رياح ضعيفة ثم تصبح معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية. على السواحل الوسطى والشرقية البحر سيكون قليل الاضطراب، الرياح تبقى ضعيفة تأتينا ضمن تيارات غربية تماما خلال الصبيحة نحو السواحل الوسطى، تدور إلى شمالية غربية خلال الظهيرة. أما بالسواحل الشرقية تكون جنوبية شرقية ثم تدور إلى شمالية شرقية خلال أواخر النهار. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و55 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و10 دقائق. شكرا على المتابعة ودمتم بألف خير.